وسريعا كده يلا نروح نشوف الجرايد قالت ايه عن النادي الاهلي من امبارح للنهارده. الأهرام الأهلي يدشن شركة الكرة خلال أيام بعد إقرار لائحة النظام الأساسي. الفريق يطير لدبي الثلاثاء استعدادا للوصل والسلية يغيب. أخبار المؤجلات العشرة صداع في رأس الأهلي. الجمهورية كارتيرون خايف على الدوليين، لعنة الإصابات تحاصر الأهلي. المساء قبل مواجهة الوصل الإماراتي الأهلي يخسر هاني والسلية ويستعيد فتحي وهشام يوسف. لن نبكي على اللبن المسكوب وقدرنا اللعب المستمر تحت الضغط. الأهرام المسائي الأهلي بين مطرقة المشاكل وسندان العلاج. الاعتراف بالأخطاء بداية الحل وجيل أبو تريكة وبركات نموذج حي. روز اليوسف أزارو مش للبيع، يوسف لا يوجد عروض للاعب ولن نسمح برحيله. الشروق الأهلي يرفض الوليد أزارو في يناير، يوسف اللاعب مرتبط بعقد حتى 2021 وما يتردد عن التفريط فيه غير منطقي. كارتيرون يستقر على قيد 23 لاعب في القائمة الأفريقية غدا. اليوم السابع الأهلي يفتح ملف تجديد عقود أجايو معلول.